يسرني أنني التقيتك لأعتذر منك. لكني توقعت حضورك. لم أعدك. لكنك دونت عنواني و... طيب مؤسف. أعتذر منك، لدي ارتباطات أخرى. تتزوج من بائعة اليانصيب والأزهار؟ لكن سيد سانتياغو. نعم، قلت لك تعجبني. لم أتصور أنك قد تتزوج منها. طبعا أتزوجها وأضعها في المنزل مع ملفينا وولديها الندلين. لأترك أسوأ الذكريات ورائي. تمزح، أليس كذلك؟ أتراها فكرة مريعة؟ بصراحة جنونية. أنا ترى كورنيليو، أنا ميت. ملفينا وولداها واثقون من الحصول على ثروتي. فجأة تظهر أرملتي وتطالب بحقوقها. هل كففت عن هذا الكلام؟ حسنا. يا لها من أرملة محظوظة، بائعة اليانصيب والأزهار، بسيطة ساذجة. شرطي لترثني ماريا مرسيدس أن تبقى كما هي الآن. لا يمكن أن تتغير، لا يمكنها، لا يمكنها، لا يمكنها. أقول اليوم سأترك لزوجة عمي الشريرة ملفينا مستقبلا أسود. بماذا أخدمك أنيستي؟ أعطني قميصا رجاليا وسروالا لصبي. الأرخص اتفقنا، ولكن أجمل ما عندك. شكرا لك يا سوس. المؤسف أن ميتشا ليست هنا الآن. لا بأس، علما أنني أفعل هذا من أجلها. مرحبا سوس. مرحبا يا حلوتي، أحضرت كل ما تحتاجين للحفلة، وآمل أن تظهري امتنانا حسنا. شكرا يا سوس، فلولاك ولولا الجيران لما أقمنا لشقيقتي الحفلة الموعودة. Thank you.
جلبه السوس لنا؟ إنني أزداد تشوقا للحفلة ميتشي. ماذا عنك؟ لا طبعا. وأنا أتعلمين؟ ليتك تسمحين بأن أراقص أرمانديتو قريب السيدة روزا، طبعا بعد أن أرقص مع ضيفك الغني صديقك. أتمانعين؟ لم أنا. ما بك تبكين؟ لما هذه الدموع؟ لا روزاريو لا شيء. جهزنا كل شيء للحفلة صح؟ وستكون حتما رائعة. ألهذا تبكين؟ أبكي لأني متأثرة، فنحن لم نقم حفلة منذ مدة طويلة. عندما أعمل وأتقاضى راتبا أعدك بحفلة كبيرة، أعدك بذلك. لا لا أريد منك شيئا. ربما تحسن وضعنا يوما ما ميتشي ونحظى بكل شيء. آمل هذا لتعود الأمور كما كانت قبل رحيل أمي. لا أهتم لأمي أبدا، تركتنا ورحلت وتقصدت نسياننا. أمنا كانت شميرة جدا وكانت تسرح شعري وتقبلني وأيضا تلاعبني. أتشبهني؟ لا. أتشبهك؟ لا لا أعرف، لا أذكرها جيدا لأن أبي مزق جميع صورها. و أنا أيضا لا أذكرها. كيف تذكرينها وقد كنت صغيرة وأندرسيتو كان في سنته الأولى؟ الذي يذكرها بشكل جيد هو ميمو. يتراءى ضيفها وكأنني في حلم، طويلة شقراء وجميلة. أما قلت إنك لا تذكرينها؟ لكنني لا أذكر وجهها جيدا. تعرفين يسعدني أنك دعوت أرماندو، ويستحسن أن يكون أنيقا ما دامت رقصتك الأولى ستكون معه هو. لماذا ألم يأتي صديقك؟ لا لا يستطيع، لأنه مرتبط. أبدأ أسفة ولن يأتي. قولي لأرماندو أن يأتي للرقصة الأولى فلن يخذلك كما خذلني صديقي. يا مرسيدس باغ سيرفير لي أخبار دمي فاميليا مرسيدس. أخرج من هنا، لا تزعجني. لا تحسب نفسك عظيم الشأن بسبب حفلة أختك. ماذا في ذلك؟ ماذا؟ مشكلتك أنك تعيس لعجزكم عن إقامة حفلة لأختك كحفلة أختي. لو كنت تعيسا لما ساعدتك في وضع الزينة. تساعد لكي ندعوك تيتو. أنا مدعو، فأمي تبرعت لكم بالمال.